سمعت ولا ما سمعت ان الاسطوره رونالدو اكمل سنه كامله في المملكه العربيه السعوديه وفي نادي النصر تحديدا؟ اذا انك ما سمعت اسمع 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 اسمع، رباه يا رباه مسرع الايام ما شاء الله، كيف تركض وكيف تمشي، من يصدق ان رونالدو اكمل عامه الاول في نادي النصر العالمي. عند قدوم رونالدو بكل امانه وبكل مصداقيه الى المملكه العربيه السعوديه وتحديدا الى نادي النصر، كثيرين قالوا لاعب منتهي، كثيرين قالوا لاعب ما عنده شيء يقدمه، كثيرين قالوا خلاص خذتوه كان لحم وخذتوه عظم، كثيرين تكلموا بهذه الطريقة المضحكة الفني اللي ما لها داعي أصلا. لكن رونالدو دائما يقول ويعيد ويكرر، يقول أن الأرقام هي من تلاحقني ولست من ألاحقها. فلك أن تتخيل عزيزي المشاهد من هو هداف العالم كله اليوم؟ كريستيانو رونالدو، برغم وجود أسماء أصغر منه بكثير ألمع عنه في الوقت الحالي، لكن رونالدو هو هداف العالم غير الألقاب الكثيرة الأخرى اللي حصل عليها. رونالدو حتى أسرته اندمجت بشكل كبير في نادي النصر، فهذا هو جونيور تشوفونه يسرح ويمرح ويرد ويروح باللبس السعودي وباللبس الخليجي ومستانس، وواضح أنه مبسوطين في المكان اللي هم فيه. رونالدو في تصريحات سابقة أيضا لما قالوا له عن أمنياتك وطموحاتك بعد اعتزال عالم كرة القدم، قال أسعى إلى التواجد في المملكة العربية السعودية وشراء نادي وإني أكون رئيس هذا النادي، يعني واضح أنه متأقلم جدا وحاب وجوده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم أطرح فيه البركة. يذكرني بقول الشاعر اللي يقول الناس تكبر ويتغير حلاها، بس هي غير الناس تكبر وتحلو. رونالدو مثل دهن العود، رونالدو كل ما خليته فترة أطول كل ما أعطاك أكثر وأروع. يا ما خلص مباريات، يا ما لمس لمسات رائعة، يا ما سجل أهداف، قدم ما زال يقدم ويعطي أكثر من لاعبين كثيرين أصغر منه وأكثر منه نجومية. بعد ما أكمل سنة على وجوده في نادي النصر عزيزي المشاهد، كم تقيم تجربة رونالدو من 10؟ وبأمانة ومصداقية، هل توقعت أنه ياخذ هداف العالم أثناء وجوده في نادي النصر أم لا؟ اكتب لي رأيك في التعليقات في أسفل الفيديو. يستاهل رونالدو كل خير، معاه قلبا وقالبا كان نجم، ما زال نجم وبيستمر نجم. وتعتقد كم سنة ممكن يعطي أكثر كريستيانو رونالدو؟ أنا سمعت لقاء سابق شو يقول، يقول ما راح أعتزل كرة القدم لما ألعب أنا وجونيور اللي هو ولده في نفس الفريق. فهل نادي النصر راح يحقق له هذه الأمنية ولا لا؟ تتوقع اكتب لي مثل ما قلت لك كم سنة ممكن يعطي أكثر كريستيانو رونالدو؟ تستاهلون النصر مكسب كبير، ويستاهل رونالدو أيضا التواجد في نادي مثل النصر. لا تنسوني من اللايك والفولو.